هذا السائل الشيخ عبد الملك الحارثي يقول: ما نصيحة الشيخ للإخوان الذين تقاطعوا منذ فترة ولا يكلم أحدهم الآخر؟ نصيحة الشيخ لهم في هذه الأيام المباركة. نصيحتنا لهم أن يتصالحوا وأن يتسامحوا وأن يتركوا التقاطع، لأن هذا مما نهى عنه الله ورسوله، قطيعة لا سيما بين الأقارب، كذلك القطيعة بين المسلمين بعضهم مع بعض. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم.